سلام وبعدها الحياة حلوة وتمام، وحياكم الله معانا بحلقة جديدة من خلطة بيبة. وخلطتنا اليوم غير نار وشرار. سو الخلطة من عندي والبرودكت من ميك اب فور ايفر. هلا وغلا، هلا بالزين كله حياتي. دانا ويرش هي الضيفة اليوم. مرحبا ومسهلا نور، اصطفى الكهرباء يا بعد عذري. سويت لك خلطة جديدة، وريك اياها. وريني. راح نلعب بالدايموند باودر. حلو، شوفيهم تكفين، شوفي جمالهم. انا ابي الابيض اشكره، وايد اميل حق هالالوان فعلا. وهذا ولو والله صدق اميل حق هالالوان مبين. شنو راح استخدم تحته؟ اوكي، الفول كفر علشان يمسك الجلترز عدل. حلو. وعندك شوفي هذا السكالبتشر. يو، ايش رايك بالالوان؟ ناريه. حبيتي الخلطه؟ حبيت الخلطه. شنو اللون البيس اللي راح تستخدمينه؟ لا الحين عاد خلي الكره بالعبد. الكره بالعبد. اوكي، يعني اعطيني السله خلاص اخذها. القسم اللي ورا. اوكي حلو، يعني انا اختار. عيشي حياتك. اللي ابي اختاره اول شيء اللي هو لون الشادو. اتوقع لون مينون اكثر لون صارخ بينهم. شوفي هما لونين بس اللي انا بختاره لتشويتي رقم 19. يا سلام عليك. حاضرين. قلت بعد ابي كحل اسود لازم، العين تكون صارخه بس اللبس يكونون نودز شوي. لا تاخذين الحمراء. ليش؟ خشت لك مفاجاه. بس التحديد عادي؟ اوكي تحديد. أوكي. عادي. بس الحمراء لا تنقين. ماشي. رموش راح اخذ رقمهم 704 بهذول. اوكي بثينه راح اخذ هذا. شوفي هذه الدرجه اللي جايه على البني شوي. اي ابي اسوي هذه الشخطه اللي جايه على السموكي. لخطات وحركات. يلا. ضيفتي اليوم متهوره مثل ما قلت لكم، راح تتهور والله يستر. اصلا ما ظل الشيء خلاص يعني. بس لك سؤال. جواب. انت ليش مداحره مخرجنا؟ لان ثاني كم مره قال لي شنو انتروداكشن. انزين، 7 مرات وانت ما عجبك ان تعيدين كذا؟ لا يعني هي اللقطه ان هي هاي بس صارت هاي وباي يعني خلاص. الزاويه خذ منها 70 زاويه. احس نوعا عشان اذا الميموري مسح عنده شيء احتياطي. لا بس انت يعني احس ان تجربتك اللي سولفتي لي عنها قبل فتره واشتغلتيها اذتك شويه. شوفي التجربه وايد حلوه، البرنامج وايد كبير، هذه فرصه ان انا اشارك فيه وكل شيء. بس انا مو معقوله صورت يومين مرات 5 ايام. ما شاء الله على الممثلين والممثلات. انا لو المخرج يقول لي عيدي كذي اسوي. دانا خلطه اليوم تعتمد على شيئين، الدايموند باودر والفول كفر. انت اخترتي اللون اللي تحبينه، انا أوكي. اخترت اللون اللي احبه. انت بتروحين اكستريم جنون، انا راح اروح على النودز. اوكي، هذه خلطتي اليوم وعيشي حياتك. بس اول شيء انا ببلش بارتست باليت شادو، هذا هو. ايوه، وراح اختار هذا اللون هني. اوكي، وراح ابلش على الجفن الثابت. شنو تحبين ميك اب فور ايفر؟ انا في وايد اشياء احبها من ميك اب فور ايفر. اول شيء البرايمر اللي هو الهايدريت برايمر اللي لونه ابيض. يوم جربت اللي لونه خوخي او البيت وايد عجبني. واحب وايد الليكويد اتش دي الفونديشن، وايد احب الدرجات. انا شخصيا وايد حبيت اللي كان عندنا الشوكليت بار العود. واو، اموت عليه هذا اللي اصلا ينزل وما يقعد يومين. ايه هذا خلص. هذا من الاشياء اللي حيل مفضله عندي. شوفي انا راح استخدم هاللونين مو بس حق عيوني. اوكي، راح تقعد مو بين الواني طبعا. ليش قاعد تسوي يعني بعد اسبق الاحداث ما تدري؟ خش اجرب اللون خاف حلو ولا شيء على حقي. هم اساسا للكونتورينج. حلو، بس انا احب انت هم طريقتك حلوه. أيه. انك تستخدمينه حق كل شيء يعني. كل شيء يعني، مو شرط اني انا احط عندي مثلا مسافره. أيه. بختصر جنطه الميك اب مالتي. بلشت شوي كنا قاعد اسوي كونتور حق أوكي. عيني نفس اللي انا قاعد اسوي. أيوة. بالضبط. الحين باخذ الدرجه الغامجه اللي هي البني لان ابي اسوي انزين تحت شوي. اقول لك دانا، قولي خلصنا فنوف العرس مالك حياتي؟ ترى انا منقيه فنوفين البسهم بعرسك، واحد بيج واحد تقريبا. اذا نقلتي اشاعات راح الحين اطيحك من الكرسي. ماشي. لا والله انت عروسه الموسم. واصلا احنا داعينك اليوم في برنامج خلطه بيبه علشان نشوف لوكات وتسوين لوك مينون. لا حبيبي، يمكن تعتمدين حق لوكي ازرق حق العسل. حق شهر العسل. حق شهر العسل ازرق. اوكي ممكن.
بس لا لحظه لا تقولين حق المتابعين ترى راح يذبحوني. ترى هي عروسه الموسم. ماشي كاميرا حطوها علي. جيبت كذابه وهذا كلام مو صحيح وما راح اتزوج. شوفي انا طلعت بمقابله ويا ليتني ما قلت هالجمله. قلت اعيش قصه حبي وكنت اجيب الزواج. من عقبها ما بقى احد ما دق علي شركات جولري فود فنادق هانيمون ان احنا نبي نكون سبونسر العرس نبي زوجك يطلع السوشيال ميديا ولا وسووا لي قصه وقصيد. هو كله موجود بس الريل ما طق الباب للحين مو موجود. ما فهمت ليش كذي صار. يعني انا الحين فقره الشادو البني اللي الحين بحط فوقه وراح ارسم عليه قاعد تغمجين الاطراف صح بس الطرف يعني انا ما ابي اسوي سحبه ابي اسوي دائري شوي. اوكي يعني احسه فاشنبل اكثر يعني حق ما ادري ستايلي اليوم. انا للحين بالفقره الاولى حياتي فقرة الكونتورينج ايز كونتورينج لان انا اذا بسوي نود فنود ميلين حق البنيات صح الواني اساسيه وبيسك. الحين هذا الفول كفر رقم 6 العاده انا اشوفه التريك مالي ابي استخدمه مع الشادو الازرق لانه راح يثبته. بس انا راح استخدم فرشه 220 هذه الفرشه عشان ارسم. عاد الحين انا مو شاطه بالرسم. شوفي حدد هالطريقه بنات هذا التريك. شوي انا مو مرتب بس راح اقوس الدائره هذه وشوي ازيد الفول كفر. حطيت الكونسيلر الرسمه دائريه لان هني راح احط الزراق يا سلام وهني البني. انا راح استخدم هذا اللون علشان اغمج فيه الادجز مالوت العين هني على الطرف ودانا ما سوت سحبه فلهالسبب انا راح اسوي سحبه علشان يكون اللوك مختلف شويه عن كونسبت لوك دانا. فبهالطريقه اكون وزعت اللون وسحبت العين 212. راح اخذ نفس الدرجه دايموند راح احطه بس بالنص فراح اغمج البدايه والطرف بهالطريقه. اوكي بالبنسل برش نفسها اخذ اللون نفسه احط تحت هني. انا ببلش بالازرق ترى صدق الحين راح ابلش بالازرق اللي هو الشادو. حطيت هني الفول كفر. طبعا الحين قبل لا ابلش بالزراق انا شخصيا راح استخدم مست ام فيكس. هذا حياتك بدونها تصير سلطه لازم بالجنطه لان مع الهايلايت احطه انا مع الشادو احطه واذا مو حاطه شيء حطيه لان في ترطيب اصلا. الحين راح ارش على الفرشه رشتين رقمها 240. اوكي بس الحين هذا الشادو دير بالكم من شغله بنات الزايد اللي مو بالفرشه خليه يطلع. دن 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 يما يما قلبي يما عادي عادي على ايدي على ايدي عادي اكيد عادي عادي ينن اللون. ايش رايك باللون؟ اللي احبه بميك اب فور ايفر بيبا انه وايد لهم علاقه بالفاشن بالضبط. اي شيء يعني بالسيزن ينزل تلقين ميك اب فور ايفر مطلعينه وخالصين خصوصا اللون الازرق يعني الحين هذا موسم. ولاحظي انا هني ما عبيت كامل. اي بالضبط. اي لان هني راح اقول لك بعدين شنو قررت اسوي. اخر شيء بالايد طبطبه. اصلا اللون طبطبه بدون دمج عشان اللون يثبت. شيشتيني على اللون تدرين؟ احس ودي احطه الحين. عجيب. الحين انا راح استخدم سوبرمان فول كفر رقم 6 على الجفن بس انا راح استخدمه بس بالنص علشان احط الدايموند باودر بس بالنص. الاطراف راح تكون غامجه. راح اخذ 11 بنفس الفرشه على المنطقه اللي حطيت فيها الفول كفر. دانو شوقتيني على الكحلي صح؟ حيل. انا راح استخدم هذا الدايموند اللي هو ابيض والدايموند هذا وايد صغار فيبي له مست اند فيكس ضروري يعني. شوفي بثينة راح استخدمها بس بهالمنطقة هذه اللي انت قاعد تشوفينها بس هني تاتش
الحين طبعا هذه اللحظة الحاسمة، واخر شيء المسكرة بيبا مع الرموش. اليوم حبيت استخدم برودكت ميك اب فور ايفر بهالطريقة، وخصوصا اخترت لوك صعب واسويه عشان ابين حق البنات ان هم بدون ميك اب ارتست تقدرون تسوون هاللوكات. يعني حبيت انه يكون البلاش كنا كونتور. يلا خلينا نشوف. قلت لكم مينونة ما صدقتوني. يعني انا هذه الحركه طلع حركات مينونة. حركه شوفي يعني على المدى مال الكونتور نفسه. الحين لقطه للرموش هدوء. شفايف لازم يكونون شي عشان اكون مركزه. اوكي يا ابو ثينة، الحين انا خلصت. اي نندانه مو طبيعي، شيشتيني على الكحلي صدق. حبيتي؟ حبيته وراح ابوقه. اذا شو اخبار الليكويد مات ليبستيك سماش؟ احبهم. راح اجيب لك شيء مينون، نطريني بس انتي عند اللفه. شوقتيني. شوفي شنو فاشلت. ابي خيال، متى سويتي كل هذا؟ هذا شيء حصري. اشوفك حق البرنامج. زين؟ اوكي، وانا بنفسي اخترت لك لون من الالوان الجديده اللي راح تنزل 306. وايد دانت ويرش وايد. يعني انا اول وحده اجرب 306 وراح يطلع نار عليك. انا وايد 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 احب هاللون. ايوه يما ينن عليك. لا وايد حلو، يعني اختيارك حق الالوان يحطم يموت. انا دانا اخترت 110 تكة اغمج منك. حلو. لان العين وايد هادية، فالحمرة ابيها تكون اغمج. حلو. وانا بعد شذي خيال. تقريبا خلصت وخلصنا اللوك، وهذا الفاينل ريزلت. دانا بدعت باللوك، وهذا الشيء كنت متوقعته وزياده. نتمنى انكم حبيتوا اللوكات اللي سويناها انا ودانا، وحبيتوا خلطه بيبا اليوم. انا وايد استانست معك اليوم. انا بعد وايد، ومتاكده ان مثل ما انا اليوم تعلمت تريكس منك الناس تعلموها بعد. بس على فكره ما راح اخليك تروحين وايدك فاضيه. عبالي بعد تجين بيتنا وتروحين ايدك فاضيه، عيب. كل السوالف اللي استخدمناها اليوم الخلطه كامله. حلو. راح تروح لك بوكس. اهم شيء الدايموند باودرز اللي درجنا عليهم. ايه الدرجتين والدرجه اللي انت استخدمتيها ومتي عليها. الفرش اللي استخدمناها طبعا. حلو. وما ننسى الارتست فيس، اللونين الرئيسيين اللي استخدمناهم. حلو. حبيتيهم صح؟ وايد عجبوني حق شادو، فبجربهم حق كونتور. واكيد الفول كفر، إذا عندك مشكلة لا تدقين على أحد. أوكي دقي. استخدمي هذا. الحمرة والتحديد اللي استخدمتيهم اليوم. حلو. هذا البوكس هدية لك يا عمري. لحظة بس، خلي هديتك تكتمل. شنو؟ في شيء نبيهم. شنو تبين؟ أبي الشادو الأزرق اللي أنا استخدمته وعجبني. ما يلغى عليك. والرموز 704 اللي وايد عجبوني وأنا من قبل أستخدمهم. شذي اكتمل البوكس؟ شذي بوكس اكتمل. بس أنت مسكري أول شيء، أعطيني إياه. عليك بألف عافية يا دانا. بس أنا بربح ماي فولورز، فعشرة منكم أول شيء أبيكم تسوون شلون اللي أبيكم تسوونه، تروحون يوتيوب ميك اب فور ايفر ميدل ايست، تسوون سبسكرايب، بعدين تنزلون تحطون كومنت هاشتاج خلطة بيبا اكس دانا، وتروحون الانستغرام تسوون فولو علشان نتائج الفايزين راح تطلع هناك. فضروري تسوون هذه الخطوات بالتسلسل. ونشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة مع خلطة جديدة وضيفة جديدة. ثانك يو دانا. ثانك يو بيبا. ليتس ستارت. يا ليت، بس اول شيء شيل النظارة. ليش؟ لان بتحطين ميك اب حياتي. اشطر واحدة تسوي ملوخية بالعالم انا. لا يكون عبالك انتي، بس خلطة وخلطة ومستانسة.